بسم الله الرحمن الرحيم. مع كنز جديد عظيم من كنوز السنة لا يعلم أكثر الناس، كيف تكتب عند الله سبحانه وتعالى في كل ليلة من المستغفرين بالأسحار بعمل يسير جدا. تستغفر رب العالمين سبحانه وتعالى 70 استغفار. قال رب العالمين، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: من صلى بعد العشاء واستغفر في وقت السحر في آخر الليل 70 استغفار كتب من المستغفرين من الأسحار. مين المستغفرين من الأسحار؟ دول الناس لهم منزلة عالية جدا في الآخرة. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هم دول. لذلك قال أنس بن مالك: أمرنا أن نستغفر في وقت السحر 70 استغفارا. أمرنا بمجرد ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل جبريل عن وقت السحر وفضله قالوا له: لا أعلم إن العرش يهتز في وقت السحر. العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى بيهتز. ذلك أنت في دقيقة واحدة تكتب المستغفرين من الأسحار. لذلك أنا ظابط المنبه على الساعة 1 بالليل بس عشان ما انساش. وأول ما أقول أستغفر الله 70 مرة. لو أنت قلت أستغفر الله، أستغفر الله وكررتها 70 مرة كتبت المستغفرين من الأسحار. بس بشرط تبدا تصلي ركعه بعد العشاء ولو حتى ركعتين بس، او تصلي 4 ركعات متصلات زي ما احنا قلنا قبل كده مثلا، وتقرا تقرا قرانا بعد الفاتحه في الـ4 ركعات. الاربعه دول يعدلوا مثلهن في ليله القدر، وتطول فيهم شويه وتستحضر ثواب ليله القدر، وتصلي الـ4 ركعات دول وتقرا فيهم قران بعد الفاتحه في بعد الفاتحه في الـ4 ركعات بس. ما فيش تشهد اوسط، هو تشهد واحد بس. الـ4 ركعات دول كفايه جدا، صواب معظم جدا. وتستغفر في وقت السحر 70 استغفار تكتب عند الله سبحانه وتعالى المستغفرين بس. استغفر الله، استغفر الله وكررها 70 مرة. عمل وانت في الفراش، مش لازم تقول صايع، وانت قاعد في السرير، يبقى انت كده بقيت من المستغفرين بالاسحار، وتلال منزله عظيمه جدا في الاخره. قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.